اتخذ العديد من دول العالم قرارات قاسية لتقليل الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة لتتخطى تداعياته الحدود الأمريكية وتؤثر على الدول الأكثر فقرا حول العالم. ويتراوح التأثير في الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة العملات. المزيد مع الزميل أحمد أبو زيد. آثار متعددة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، بينما لا تزال الآثار الناجمة عن هذه الحرب تواصل الإضرار بالاقتصاد العالمي بفروعه ومستوياته المختلفة. الاقتصاد العالمي الذي لم يكن قد تعافى بعد من تداعيات وويلات جائحة فيروس كورونا المستجد. آثار دفعت دول العالم لاتخاذ قرارات وصفت بالقاسية لمحاولة تقليل الأضرار، ولعل على رأس هذه القرارات رفع أسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة، إذ رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 0.5%. هي الخطوة التي تمتد آثارها بالطبع لشتى دول واقتصادات العالم. تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي لن يقتصر على دفع مشتري المنازل الأمريكيين مثلا مزيدا من الأموال أو مواجهة أصحاب الأعمال قروضا بنكية أكثر كلفة، بل إن هذه التداعيات تتجاوز حتى الحدود الأمريكية وتؤثر مباشرة على دول واقتصادات أكثر فقرا حول العالم. يتراوح التأثير في الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة هذه العملات. وفقا لمحللين، فإنه يمكن أن تؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى على المدى الطويل بطرق مختلفة، إذ يمكنها مثلا إبطاء الاقتصاد الأمريكي وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية، كما أنها تؤثر وبالطبع على الاستثمار العالمي. فمع رفع أسعار الفائدة الأمريكية أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذبا للمستثمرين العالميين، يمكنهم إذن سحب أموالهم من الدول ذات الاقتصادات الأقل متوسطة أو فقيرة الدخل والاستثمار مباشرة في الولايات المتحدة. كما يمكن أن يسبب هبوط العملات العديد من المشكلات، إذ يجعل التكاليف أكبر بالنسبة للأغذية والمنتجات المستوردة، كما يزداد القلق في ظل ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وما أسفرت عنه كذلك من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة وغيرها من السلع والمنتجات. القرار الأمريكي لقي صداه إذن في لندن، والتي قرر بنكها المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في محاولات التحرك لكبح جماح وتيرة التضخم المتزايدة في بريطانيا. بنوك مركزية مثلا في المملكة العربية السعودية وفي البحرين الإمارات وقطر لرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، كما قرر البنك المركزي في دولة الكويت رفع الفائدة ب25 نقطة أساس. استنادا إلى الأوضاع المالية التي باتت توصف بالأكثر قسوة، قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام في الدول النامية وفي الأسواق الناشئة إلى 3.8%، أي خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته التي كان قد أطلقها في شهر يناير. هكذا إذن لا تبدو تأثيرات هذه العملية العسكرية مع بعض المشكلات المرتبطة ببنية الاقتصاد العالمي مقتصرة على بعض النواحي، وإنما شملت كل فروع الاقتصاد. كل دول العالم أعلنت تأذيا واضحا على خلفية موجات التضخم المرتفعة، وبالتالي كانت قرارات نادرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع متتال لأسعار الفائدة في مدى زمني وجيز، الأمر الذي يلقي بظلاله كما تابعنا على كل اقتصادات العالم وربما كلها.